الثقة بالنفس self confidence من أعظم الخطوات نحو النجاح، لأنه اليوم لا يكفي أنه يكون في عندك مهارة فنية مطلوبة، تكون عالم بإدارة المشاريع، تكون عالم بالمبيعات، تكون بموضوع الذكاء الاصطناعي أنت الأنجح والأذكى. إذا ما كان عندك موضوع الثقة بالنفس وتقدير الذات، مش لح تعرف تطلع علمك، مش لح تعرف توصل مهاراتك الفنية إلى الذين يجب أن تصل إليهم تلك المهارات الفنية، سواء بالإدارة أما بالمؤسسة أما بالحكومة أو في أي مجال من مجالات الحياة. فالثقة بالنفس تأتي من تقديرك لذاتك، من احترامك لذاتك. واحترامك لذاتك منين بيجي؟ بيجي من الأعمال التي تقوم بها بشكل يومي، من القرارات التي تواجهها، من الاتجاهات التي تتخذها، من الأعمال الجديدة التي تقوم بها، من الناس الجدد الذين تتعرف عليهم وتمتلك الجرأة لكي تتعرف عليهم. من هذه الأعمال الصغيرة يبدأ بناء تقدير الذات والثقة بالنفس. وبكل مرة تختار فيها الشغل على الراحة والعمل على الكسل، وتختار مواجهة بعض الصعوبات ورفع مستوى اللعبة بدلا من السهولة، بتكون عم تزيد وتطور مستوى جديد من تقديرك لذاتك واحترامك لذاتك. فهذه الأمور بدها تتجمع، وبده يصير عقلك الباطني يصير في عنده موضوع تقدير الذات والثقة بالنفس، اللي بيخليك تقدر تحكي بأي مكان بأي مجال وتعبر عن رأيك وتعبر عن علمك وتعبر عن أحلامك وطموحاتك، وحتى تقدر تحقق هذه الأحلام. لأنه من دون ثقة بالنفس مش لح تقدر تاخد فكرة وتعمل منها مشروع، مش لح تقدر تطلع فكرة ويكون في عندك الجرأة لحتى تنزل على السوق، أما لحتى تنزل عن العملاء والمزودين والموردين وتحكي مع الناس وتنجح. وكل مرة بتكون عم تخرج من دائرة الأمان المزيف، من دائرة القلق ودائرة التردد، وتوسع دائرتك شوي، حتى لو كان فيها شيء من عدم الراحة، حتى لو كان فيها شيء من التحديات في البداية، بتكون كمان عم تطور هذا المستوى من تقدير الذات والثقة بالنفس. الثقة بالنفس لا تأتي من قراءة الكتب وقراءة المجلات ومشاهدة الفيديوهات. الثقة بالنفس تأتي من خلال تلك القرارات التي تتخذها والأعمال التي تفعلها بشكل يومي. هون بتجي الثقة بالنفس. هلأ المكافأة ممكن تكون أنت حصلت مال، حصلت وظيفة من خلال تطويرك لهذه الثقة الكامنة الداخلية، ولكن المكافأة الأكبر هي ما سوف تصبح عليه كشخص، ما سوف تشعر به كشخص، وليس ما سوف تمتلكه. هون المكافأة الكبرى، أنه أنت كيف بدك تصير تشعر داخليا حول نفسك، حول ذاتك، كيف بدك تحس أنك أنت واثق بنفسك، تستطيع أن تواجه تحديات على المستوى العملي، تستطيع أن تواجه تحديات على المستوى المجتمعي. في عدة أمور ممكن كمان تساعدك على تقوية الثقة بالنفس. يعني أول شيء بدك تنشط عقلك، تنشط ذهنك، تقرأ، تطلع على أمور جديدة، لحتى بس بدك تتكلم تتحدث يكون في عندك بمخزونك المعرفي، بمخزونك المعلوماتي شيء تتحدث فيه، شيء تتحدث عنه. فبتقوي ذهنك، بتقوي عقلك، تقرأ، بتشاهد أمور معرفية. كمان بموضوع الثقة بالنفس بدك تحاول تتجاهل الأفكار السلبية، سيلف توك، الحديث السلبي الداخلي اللي بيقول لك انه ممكن تفشل، ممكن ما تستطيع، ممكن تنهزم هنا او هناك. فهذه الافكار السلبيه حاول انك تتجنبها. كمان في عندك موضوع انه الثقه بالنفس حاول انه تكون نابعه من الداخل، وليس فقط من خلال وظيفتك، وليس فقط من خلال المسؤوليه التي تتولاها، حتى لو انت طلعت من هذه المسؤوليه أما من هذه الإدارة، بضل ثقتك بنفسك متجذرة داخليا. وأيضا على المستوى
الشكلي بده كمان الإنسان يحاول بقوله dress for success، كمان يكون يعني متأنق مترتب حتى يضفي المظهر الخارجي نوع من الثقة على الموضوع الداخلي. فالثقة بالنفس يا أخوات ويا أخوان هو أمر كتير مهم، مثل ما بتروح بتستثمر بالأسهم، تستثمر بالسيارة، بالبيت، روح استثمر بنفسك، عزز هذه الثقة بالنفس وسوف ترى أن النتائج سوف تكون مذهلة عندما تتحقق لك تلك المستويات من الثقة واحترام الذات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.